شوف ساعدوني يعني والله حير شلون افاتحك بالموضوع، بس انت لا قميصك ولا اسمك يخليني اصدق انت مهندس. مع العلم انا مقلم بالطول وانت مقلم بالعرض. شقد دقيق. هل نسيت ايام الدراسه عندما كنت تغش علي؟ شرفك مو المفروض بالعكس. هل نسيت لقبي؟ انا سعدون الشاطري. صح، كنت تجيب مئات عشرة بالف. زميلي امير، انا وقتي جدا ثمين، اختصر. سعدون من تحكي فصحى صار عندي شزة، عادي انت تحكي فصحى وانا اكل ليمون؟ اختصر. سعدون انا احب صديقة اختي وما جاي اعرف شلون افوت لها. صديقة اختك؟ هذه بجاحة. شوف انا اللغة العربية وقفت عندي لحد كلمة قباحة، بجاحة قرايبها بتعمها بتقرب لها شي من بعيد، فهمني؟ وجدت الحل. شقد سريع. ندخل على الانستغرام مالتها. شقد دقيق. يا حبيبي اذا دخلنا على الانستغرام مالتها راح نعرف من خلاله اي مطرب تحب، اي كتاب تقرا، اي نوع من انواع الورود تعشق، وهذه كلها مفاتيح. مو هي على الانستغرام تنشر بس اكل، لازم انطيها لايك، انطيها سفن. هل انت متواجد بالكلوز فريند؟ لا. هل تعرف ما معنى الكلوز فريند؟ لا. اذا لماذا تقول لا؟ يعني اذا قلت اي راح يختلف الموضوع؟ يا غبي، الكلوز فريند هو عبارة عن الأصدقاء المقربون، يعني لما تنشر شيء راح بس هم يشوفوها. أقول أنا مرات من أقلب بتليفون أختي تطلع شغلات أشوفها بس يمها ماكو يمي بهذا الأخضر. صح، انحلت الأمور. شو نسوي؟ نهكر أختك. ترم نفسك؟ هاي مو تربيتي ولا أخلاقي. برأيك شو نهكرها؟ لازم نجيب تليفونها. أنا هيك أسوي؟ لك بابا أنا احترم أختي، احترم خصوصيتها، شي ما تجيب التليفون لا تضيع حظك. ولو انا ما مقتنع. ها في يدك بيش تاخذه؟ لك دفتحه؟ هذا بباسورد وما نقدر نفتحه. ايش قد دقيق؟ لك بابا الباسورد 1994 واذا تغيره اكسر راسه. ما شاء الله، انتم عائله تحترم خصوصيه المراه، مع العلم الباسورد مواليدك. لا طبعا شي اكيد، يعني خو الباسورد مال اختي الكبيره مواليد اخويا الكبير. هاك حبيبي، هذا راح يجيك مسج. وبي رقم تأكيد راح تنزله بتليفونك، وبعد ما نحتاج تليفون أختك. وروح نجم. ايش قد دقيق؟ سعدون دق الجرس تبخر. هذا الدفتر عندك من أيام الابتدائية. يعني بس أريد أعرف، واحد يحكي وياي أربع أسابيع بحجة صديقي، إيش هالملحة؟ قول أحبك بسرعة وفوقها. أحبك بسرعة، يعني البنية من الأطلطة. أوكي. يعني شنو واحد يجيب لي ورد ودواديب؟ هو نجيب لي جذر بامية بايتي وياها راس بصل، مو أحسن؟ يعني الموعد الأول ينباشة الحاتي، أوكي. وعيني هاي المودة طالعين بيها الجديدة اللي من تعصب من حبيبتك تكسر التليفون، لك بابا ضربها راشدي وانهي الموضوع. ضربها راشدي وانهي الموضوع، يعني الموعد الثاني بحلبة مع الملاكمة. هسه خلك تبي لا تجي منه. لك عيني دخلت ولي شالتني من الكلوز فريند، عود يعني شنو ماني راح اضوج. انا قمت اشوف ستوريها وعبره. دخلت ولي واني مين شالتني من الكلوز فريند مالتها؟ اللي يقول اساس هي شبيها ستورياتها، هي بس اغاني. خب انا اقلب باليوتيوب احسن لي. رغد ام صالح صحصحك. لا احبك بسرعه. شنو انت مو تحبين واحد يقول لك احبك بسرعه؟ ماكو اسرع من هيك. هاي انت شنو تحكي؟ لا دقيقه، جبت لك هديه، جدر باميه وبايته وهذا بصل، خاف تقولين مقصر وياي. هاي انت من كل عقلك هيك تحكي؟ كل شيء اسوي على مودك غير احبك. روح بابا روح، تريدني احب واحد مثلك؟ ايش سويت؟ لا عاد اكسر التليفون. اكسر التليفون ونعل والدي، انا ايش علي؟ انا اعرف الستوري 24 ساعه ويروح مو ينسي. انت منين جايب هذا الحكي؟ اموري امي نايمه. هذا راح اسوي لك اياه سفري. اقول لك رغد، انت اكو احد يفتح حسابك؟ اني ابدا، اصلا ما حد يلزم تليفوني، اهلي يحترمون الخصوصيه كلش. زين شفتي الستوريات مالتي اللي لابسه بيها اسود؟ لا ما شفتها، شو وقت نزلتيها؟ نشرتها وقلتي لي احبك وتعالين. رغد ابوي اصلا ساعه عليك. انت مو ناشره انا ما احب الرجال على مود فلوسه، اهم شيء شخصيتي، انا لا فلوس ولا شخصيه. هاي الستوريات اللي ناشرتهن اني هاي على مود اضغط وحده من صديقاتي، وهاي بالكلوز فريند. انت ايش دخلك بالكلوز؟ اي انا فتت عليك وعرفت كل شيء عنك. بس هاي بالكلوز مو شخصيتي الحقيقيه. انت بالكلوز مو حقيقيه، بالانستغرام مو حقيقيه، بالفيسبوك مو حقيقيه، بالواتساب مو حقيقيه، وين القاش حقيقيه بالعلاوي؟ رغد ريهام صيحك.